العيال دي حافظه الجبل يا احمد. اقف يا علا. تمام يا فندم. بقول لك يا علي، امرني يا فندم. ركز لي في وش الواد ده كده كويس. هو ده يا فندم، هو ده اللي هرب من القوات وقاوم الكمين. ما حصلش يا باشا، اقسم بالله العلي العظيم. ما انا يا فندم حضرتك اكيد مشبه عليا. انت متاكد ان انت وطلعك من وسط مليار واحد علي؟ امرني يا فندم. البت دي اللي كانت معاه ساعة الواقعة ولا مش هي؟ ركز. مش فاكر يا فندم. أنا ما كنتش مع حد، أنا أول مرة أشوفه النهاردة. آه يا زبالة يا واطية. لا هي يا باشا اللي كانت معايا، وبالأمارة اسمها هند، وساكنة في المعادي. إيه ده؟ لا وطي صوتك وأنت بتتكلم قدامي. ألو. أيوه يا فندم. حاضر يا فندم. ثواني وأبقى قدام ساعتك. اتفضل. اتفضل. ما اسمعش حس حد فيكم لحد ما ارجع. مش انت ها؟ ده انا هنفخك. اتفضلوا. اتفضل. 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 الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ايه يا حبيبي؟ اتأخرت ليه قوي كده؟ معلش يا حبيبتي، قبل ما لفيت على زمايلي واديت له كل واحد امانته. وكله تمام؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك رحت للناس كلها وكله تمام يعني؟ اه رحت لهم كلهم. طيب انت شكلك كده جعان. 5 دقايق هحضر لك العشاء. استني بس. ايه ده؟ انت عامله عشاء ولا ايه؟ لا انا كنت جبته كده من مطعم هنا قريب مننا، بس الاكل هيعجبك قوي. 5 دقايق هحضر لك العشاء. مطعم؟ انا قلت كده برضه. انت امتى هتعملي عشاء؟ ايه يا حبيبي؟ انت لسه زعلان مني؟ لا زعلي بقى بعد لا طبعا ربنا ما يجيب زعل. الحكايه وما فيها، بس يعني انا عارف ان انت واخده على طريقه صرف معينه من ايام ابوكي، بس الطريقه دي هتخلينا ما نعرفش نعمل اي حاجه. لا نعرف نغير عربيه، ولا نجيب فيلا في زايد، ولا حتى شاليه في الساحل. وانا وعدك ان ده مش هيتكرر تاني. مش عارف، حاسس ان الوعد ده اونطه. كمان حاسس ان لو بعتلك مرتبي من هناك هتصرفيه كله. بس ولا يهمك، بعد اللي انا شايف قصدي يعني اصرفي اللي انت عايزاه اهو. أنا عارفة إن أنت مش سعيد معايا يا حسن. عارفة إن موضوع الخلفة مؤثر معاك. طب إيه رأيك بقى إن أنا أسعد واحد في الدنيا دي كلها؟ أنتِ أمي وحبيبتي وبنتي وكل حاجة حلوة في الدنيا دي. أنا بحبك. ربنا يخليك ليا. ايوه رائف، انت فين؟ عند جورج؟ طيب انا جاي. انا لا انا اللي حاجة، انا خليك زي ما انت. الراجل الفشار اللي عندك ده وحشني قوي. اوصل حضرتك يا فندم؟ لا روح اركن العربية وروح انت، انا هتمشى شوية. اتفضلوا يا شباب، الاكل جاهز. سيادة المستشار هيلحقنا لانه جاي في الطريق. حبيبي عم جورج. شاكر ليكوا قوي يا جماعه، معلش تعبتكم معايا النهارده. ايه يا عم رائف اللي بتقوله ده؟ انت هتزعلنا منك، احنا اخوات يا اخي، لو قلت الكلام ده تاني بجد اقفل منك. ثابت ده اكتر من اخويا يا ابني، ربنا يقومه والسلامه. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى زي الفل. يا رائف لو احتجت اي حاجه، مش محتاج اوصيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. السلام عليكم. مع ألف سلامة. ألف سلامة على بابا. الله يسلمك يا حسنى. طمني، الدكاترة قالوا إيه؟ الدكاترة ما قالوش حاجة، في حالة تعتيم غريبة كده، حتى ما رضوش إن أنا بات معاه النهاردة في المستشفى. معلش، إن شاء الله خير يا رب. ألف شكر يا حسنى. تخص عليك يا رأفي اللي أنت بتقوله ده، تشكرني على إيه؟ أنت عارف عم ثابت قد إيه أنا بحبه وبعتبره زي بابا بالظبط. عارفة يا حسنى، اللي حصل ده كسر لي ظهري. أبويا كان كل حاجة في حياتي، كان ظهري وسندي. ما تقولش كده، خلي أملك في ربنا كبير. الحقيقة والخيال. بين الحقيقة والخيال مسافة كبيرة، والسبب أن الحقيقة دائما أغرب من الخيال. الخيال يجب أن يربطه خيط منطقي، ليجعلنا نصدقه. أما الحقيقة فقد تكون لا منطقية، مجنونة، مثل شخص معتوه يروي أقصوصة أو يقذف من فمه نبوءات مستحيلة. وهذا ما حدث مع سكان شارع 9. فمهما جنحت بخيالك إلى أبعد مدى، فالحقيقة كانت أغرب وأبشع من اللامنطقية. هذا الشارع الذي نراه من الخارج مثال للتحضر والمدنية والرقي والعلاقات الإنسانية المثالية، هو النار تحت الرماد. وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. انت وحشتيني اكتر. ايه ده حسن، جيت بدري يعني النهارده؟ وحشتيني، قلت اجي بدري، لقيتك انت اللي اتاخرتي. وانت كمان وحشتني، بس اسكت، ده كان حته يوم النهارده. محدش قالك تشتغلي الشغلانه المنيله دي. عندك حق، بس سبحان الله يا اخي، الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه وهي في ايده. انت عارف النهارده جالي واحد ساب ابنه رهن عند تاجر مخدرات عشان خاطر تذكره هيروين، وما يعرفش ان في ناس بتتمنى ضفر طفل. وبعدين بقى احنا هنرجع نفتح الموضوع ده تاني. يا حبيبتي يا حبيبتي، انتي عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا كلها. بعدين احنا حاولنا نعمل كل حاجه بس ربنا ما ارادش. الحمد لله على كل شيء. ها قولي لي بقى، عملتي ايه مع الراجل؟ طبعا اديتي له الفلوس عشان يفك رهنيه ابنه. لا طبعا، وانا عبيطه؟ انا لو كنت اديت له الفلوس كان راح شم وما رجعش ابنه. امال عملتي ايه؟ ما تردي عليا، قولي لي عملتي ايه؟ كنا عملت ايه يعني يا حسن؟ رحت معاه طبعا لتاجر المخدرات، اديت له الفلوس ورجعت الولد. رحت لتاجر المخدرات؟ ايوه يا حسن، ما هو ما كانش في حل تاني غير كده. رحت اديت له الفلوس واخدت الولد. وبعدين انت قلقان من ايه؟ ده ما كانش بعيد، ده طريق مصر اسماعيليه، في منطقه اسمها السحر والجمال. لا 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 لا، انت كده اتجننتي رسمي. في ايه يا حسن؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ تعلي صوتي؟ ايه السذاجه اللي انت فيها دي؟ رحت لتاجر مخدرات؟ طب وايه المشكلة؟ ما انا رجعت واقفة قدامك اهو، صاغ سليم، ما فيهاش حاجة. لا انت جننتي رسمي بقى. في ايه يا حسن بتزعق كده ليه؟ بزعق ايه يا شيخة؟ على طول بتتصرفي بالسذاجة دي، في ايه؟ ايه رف؟ بتعمل ايه؟ ايه؟ لا لا مفيش حاجة، أنا كنت هنام بس حسيت إن أنا مخنوق شوية فقلت أطلع في الهوا يعني. مخنوق؟ كده ما ينفعش يا ابني. اللي أنت بتعمله ده في علم النفس اسمه مازوخية، يعني لذة تعذيب الذات. وأنت لا أول واحد ولا آخر واحد انفصل عن خطيبته واتجوز غيره. يا بابا حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص. أنا ما بقتش أفكر في حاجة زي كده. بأمارة ما أنت قاعد تراقب فيها ليل نهار. انا في حاجات عايز افكرك بيها، ارجوك ما تنساهاش. انت درست حقوق وانا كنت عايزك تكمل معايا في مكتبي، رفضت ورحت درست ديكور وقلت ماشي، وفتحت لك مكتب ضخم جدا مش لانك ابني، لانك فعلا مهندس موهوب. كمل بقى كمل، انت مكتبك ده كان المفروض يبقى من اكبر مكاتب الديكور في مصر. سيبك بقى من الحب العجيب اللي عمال يدمر فيك ده. هوبا انت ليه مصر يعني؟ مصر ايه وزفت ايه؟ اسمع يا ابني، الاسبوع الجاي انا هنزل اعلان اعرض الفيلا دي للبيع ونروح نعيش في اي داهيه. ما هي طول ما هي قدامك عمرك ما هتنساها ابدا، وانا ما عنديش استعداد اشوف ابني بيضيع قدامي وانا مش قادر اعمل حاجه. بابا ارجوك ارجوك، ايه وزفت ايه؟ الموضوع انتهى، الكلام خلص، الحكايه زادت عن حدها وانا لازم الاقي حل للموضوع ده. يا ابني روح مكتبك، ابدع، اشتغل، فكر، وخلص الشغل المتلتل على دماغك ده. وبعدين يعني انا مش عايزك تعيش راهب، بالعكس انا عايزك تستمتع بحياتك، بس ما تنساش شغلك ونجاحك. حكايه الحب والجواز دي سيبها على الله، سيبه هو يختار لك. وفجأة يا ابني هتلاقي صاحبة النصيب قدامك out of the blue زي ما الانجليز بيقولوا. ما ينفعش خالص يبقى مجنون ليلى ومجنون راجية، ما ينفعش. الحمد لله انت اتحسنت كتير قوي عن الاول. ربنا يطمنك يا دكتور. احنا هنلغي الدواء اللي احنا ماشيين عليه وهكتب لك دواء جديد هيحسنك كتير قوي. ها يا سناء، ايه الاخبار؟ المريض سامح عبد اللطيف ماله؟ بره ومصر يقابل حضرتك. هو واخد ميعاد النهارده؟ لا يا دكتور، بس هو عايز حضرتك في مسألة حياة او موت. حياة او موت؟ طب خليه يتفضل. حاضر يا دكتور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهدوا 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 يا جماعه عشان في كمين. يا نهار اسود، ارمي البودره اللي معاكي بسرعه. انت مجنونه، احنا اتبهدلنا لحد ما جبناها، انت بعتي موبايلك عشان نجيب الضرب ده. ارمي اهدى البودره اللي معاكي هنتقفش. بس اهدوا يا جماعه عشان داخلين على كمين. اتفضل هديك. مساء الفل يا باشا. رخصة. ايه ضاعت ولا ايه؟ لا يا باشا الرخص موجودة، بس هتلاقيها وقعت هنا ولا هنا. دور. طب استاذنك بس يا باشا اقف على جنب. اخلص يالا، احنا لسه هندور. ما هي معايا يا باشا بس هتلاقيها واقعة باينة. اخلص. اركن على جنب. حاضر حاضر. اخلص. حاضر. يا رب. شفت حاجة؟ أنت بتعمل إيه؟ دور! كمان! دورت! يلا! جيب! بتعمل إيه؟ أقف! بس يا من هنا عشان إحنا متسلمين! يعني أنا أخرب بيتك! يعني أنت يا خبر اسود، انا مش مصدقه اللي انا سامعاه بوداني. سبت ابنك رهن عند تاجر مخدرات عشان شمه؟ وانا كنت اعمل ايه بس يا دكتوره؟ ما انا لو ما خدتش الشمه كنت هموت، وانا كده كده مش هنفعه. وكنت خلفته ليه لما انت مش هتنفعه؟ روح يا شيخ، منك لله منك لله. ارجوك تساعدينا يا دكتوره، ابوس ايدك تساعديني. لا تبوس ايدي ولا تبوس رجلي. انا مش هساعدك انت، انا هساعد الواد الغلبان اللي انت رميته رهن عند تاجر المخدرات ده. بس توعدني ان احنا لو رحنا جبناها هتطلع معايا بعد كده على المصح. اوعدك انا ممكن اعمل اي حاجه، بس المهم ابني يرجع لي. ولما انت مستعد تعمل كده، ما عملتش كده من الاول ليه؟ غصب عني، والله غصب عني. تاجر المخدرات ده في انهي داهيه؟ في حته اسمها السحر والجمال. السحر والجمال؟ في انهي مصيبه دي؟ قوم قوم معايا، مفيش وقت نضيعه، قوم معايا. حاضر حاضر. مش مصدقه ان احنا عرفنا نخلع منهم. انا قلت احنا يا هنتمسك يا هنلبس في حاجه واحنا بنهرب. لا الحمد لله، ما هي جت سليمه اهي. المره الجايه بقى. المره الجايه ايه؟ انا مش جايه معاكم المره الجايه المكان ده. متهيألك انت عارفه لما تجربي اللي في الصفه دي انت اللي هتقولي لي يلا بينا نطلع يا عموره. وانت يا فالح البوليس خد نمره عربيتك. بيبي ما تقلقيش، انا مأمن نفسي. مأمن نفسك ازاي ان شاء الله؟ بس حوارها رقم 2 وخليته رقم 1. وانت كمان لبست الموضوع لواحد ملوش ذنب؟ ده ايه الحنيه دي كلها؟ لا ده انا على كده بقى معايا ملكه العواطف الجياشه. بقول لك ايه يا بت، لو انت كنت عايزاني اتمسك ولا ايه؟ على فكره انا لو كنت اتمسكت كنت هبلغ عنك. ده كان يوم اسود ما عرفتكم انتوا الاثنين. سلام. ناير، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. انت جيت امتى؟ وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. وحشتيني قوي. كنت فين؟ كنت في عيد ميلاد هند صاحبتي. دي احلى مفاجأة انت عملتها لي ان انت جيت. قافلة موبايلك ليه؟ اتسرق مني النهارده في البنزينة. بنزينة؟ انت كنت عارفة انه هيتسرق عشان كده طلبت مني موبايل؟ وهو انا يعني كنت عارفه ان انت جاي النهارده؟ ما انت قايلني انت هتيجي كمان اسبوع. كويس كويس انا جيت عشان ما تقعديش من غير موبايل اسبوع. ده حليب عشان عايزك في اسبوع. اسبوع كبير جدا. وحشتني قوي. وانت كمان. هنا المكان مش كده؟ ايوه. مرعي شمال. رايحين لمرعي شمال. ربنا يستر ربنا يستر. السلام عليكم. السلام. الفلوس هتقول ابني. حبيبي 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 وحشتني يا حبيبي. قول لي في حد من الناس دي عمل لك حاجه؟ انت سبتني هنا ليه يا بابا؟ سامحني يا حبيبي اول واخر مره. طنطا راجعه تاخدك توديك لغايه البيت. وانت هتروح فين يا بابا؟ انا مسافر يا حبيبي، هغيب يومين وارجع لك. يلا يلا بقى من هنا، يلا يلا يا حبيبي، يلا يلا بابا، يلا يلا حبيبي، يلا من هنا بسرعة بقى، يلا. انت ايه اللي وقفك هنا؟ وصلنا؟ احنا نسكور من هنا؟ مكان مرعب. دي مرعبة؟ دي اسمها السحر والجمال. انا لا شايفة سحر ولا شايفة جمال، ده رعب. انا كنت زيك كده بالظبط، اول مرة جيت كنت مرعوبة، بس بعد ما جربت الاستاف اللي هنا عرفت ليه اسمه السحر والجمال. ده بجد؟ السحر والجمال دي يا مريهان هي الجنة بالنسبة لأي واحد مضروب بالبودرة، أرخص سعر وحاجة ميزانها حلال وطب. مش أنا أول مرة أقابلك النهاردة، أرجوك يا مريهان ثقي فيا. طب يا مريهان مادة عالية قوي، هتخليكي حاسة إن أنت عايشة في الجنة. طب كنا نسكور من وسط البلد ولا أي مكان تاني، بدل جو الأكشن اللي إحنا عايشين فيه ده. الحقيقة بتقول لك وسط البلد ده كنا هناخد الحاجة بضعف السعر، ويا ريتها تيجي على حالها، ده هتيجي إلا لو 100 إيد اتمدت فيها، ده لو ما جاتش حاجة طفش من الأساس. بقول لك يا مريهان إحنا وصلنا وما ينفعش هنا عوق خالص، اهدي اهدي عشان إحنا وصلنا. مساء الجمال يا عمنا. خير يا حبايب، إيش فيه؟ دولاب مرعي شمال. اركن غاد. في واحد بده اياك. فتش على العربية الأول. هو في إيه يا عمرو؟ ما تقلقيش، دي إجراءات أمنية بسيطة، كله تحت السيطرة. نضاف ابعته، تعال معي ثواني وجاي. انا بصراحه مش مصدقه اللي بيحصل ده كل الناس كانت بتضحك على حبه ليكي. انا كمان حاسه اني في كابوس، بس مش عارفه صح. انتي عارفة لو كان هو اللي جه قال لي عمري ما كنت هزعل منه، بالعكس أنا اللي كنت دايما أقول له أنت لازم تتجوزي حسن، لازم تتجوزي عشان تخلف ويبقى لك ابن، بس إنه يغفلني 4 سنين، 4 سنين متجوز ومخلف وابنه دخل المدرسة وأنا مش دريانة. إخصى عليك يا حسن، والله إخصى عليك. الحق ده حسن هو اللي بيتصل. ما ترديش عليه عشان خاطري، ما ترديش عليه. طب ما هو اكيد هيتكلم تاني، ما هو اصل خلاص ما بقاش فيه كلام بينا، الكلام بينا خلص. معقولة هو تاني؟ لا المرة دي بقى ده حبيب القلب رائف. طيب لو رديتي عليه ما تقوليلهوش حاجة. طب ما هو اكيد هيعرف، وفي حاجه بتستخبى. انا عارفه، بس انا مش في مود ان انا ارد على حد ولا اكلم مع حد في اي حاجه. خلاص 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 اهدي. استغفر الله العظيم يا رب. يعيش السحر والجمال. بقول لك ايه، بلاش اليوم الاسود ده والنبي، هتضيعي لي النفسين اللي انا واخداهم. لا وتروحي البيت تلاقي جوزك في وشك راجع من السفر وعامل لك مفاجاه. الحمد لله ده ربنا سترها. هو ما حسش بحاجه خالص؟ هو وش شاكك فيا. بس طبعا تلاقيكي عرفتي تكلفتي الزبون. مش طب لذاذه امك خالص. على فكره الستاف ده حلو قوي. جامد. معاكي تاني؟ طبعا. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ راجعه جايه؟ ما قلنا لا. قلنا لا. اكيد عرفت ان انا جاي فقالت هي مش جايه يعني. يا سيدي عندها ظروف. ظروف ايه يعني؟ هو انت لازم تعرف كل حاجه؟ ده انت رخمه رخامه يا حسنى، انا ما شفتش كده، ما تقولي على طول وخلاص. يا الله، حول الله يا رب. يا سيدي عندها خناقه كبيره مع جوزها. ها؟ بتتكلمي بجد؟ لا والله يا حسنى انا حاسس ان لسانك بينقط سكر، يعني بيقول كلام كده يشرح القلب. استنى استنى استنى، هنا انا بجد مش مصدقاك. هو انت بتتبسط في مصايب الناس؟ يا ستي مش انا اللي بعمل كده ولا انا اللي بقول كده، دي من زمان وقديمه قوي. مصائب قوم عند قوم فوائده. يلا عشان نلحق الحفله، يلا يلا يا ستي. راجيه راجيه، رائف ايه الاخبار؟ تمام، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. مفيش فايده فيك، برضه لسه فاكره عيد ميلادي؟ طبعا، هو انا اقدر انسى عيد ميلادك؟ اه بس مش معقول كل سنه هتكلف نفسك وتجيب لي هديه وانت عارف الرد. انا مش فاهم هي فيها ايه يعني لما تاخدي مني الهديه؟ جرى ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. اللي جرى ان انا ست متجوزه، واي ست متجوزه ومحترمه مش ممكن هتقبل هديه من راجل كان في يوم من الايام خطيبها. يا ستي احنا اصدقاء وفي شارع واحد وجيران، ما فيهاش حاجه لما تقبليها مني على اني صديق. طب انا هسالك سؤال ولو جاوبتني عليه بصراحه هقبل الهديه. هجاوبك بصراحه طبعا. وانا من امتى كدبت عليكي؟ انت فعلا بتعتبرني صديقتك؟ سكت ليه؟ شفت بقى؟ شفت انه ما ينفعش ان احنا نفضل اصدقاء واقبل منك الهديه؟ عشان كده عشان خاطري انسى كل حاجه عشان ما تتعبش نفسك وتتعبني معاك. باي باي يا رائف. ايوه حسن، اي حبيبي عامله ايه؟ ايه خلصت شغلك؟ اه لسه مخلصه شغلي دلوقتي. انت فين؟ انا لسه في المكتب. اه عندي ناس كتير قوي وهتاخر شويه. انت فين؟ انا مروحه على البيت دلوقتي اهو. راجيه ارجوكي اللي حصل ده ما يتكررش تاني. انت ما تعرفيش حاله الذعر اللي انا كنت عايش فيها لما عرفت انك روحتي منطقه السحر والجمال دي عند تاجر المخدرات. حبيبتي انا ملياش غيرك. الو راجيه انت روحت فين؟ ايوه يا حسن انا معاك انا معاك. لا لا ما تقلقش مش هعمل كده تاني ما تخافش. طب يا حبيبتي طب لما اروح نتقابل بقى لما نروح. ماشي 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 انت مش سامعاني ها؟ اوكي باي باي يا حبيبتي باي باي. في المكتب تكتب لي يا حسن في ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ حسن سيف الدين المحامي. سيادتك في الدور الرابع الشقة 403. مين حضرتك؟ صباح الخير يا قمر. صباح الفل يا حبيبتي تعالي. ها نمتي كويس؟ اه عادي يعني مش قوي. ليه بس؟ انتي بتقفلي كده ليه على الصبح؟ مالك في حاجه ولا ايه؟ بكلم راجيه من امبارح تليفونها مقفول. انا عايزه افهم بالظبط هي راجيه دي صاحبتك زي ما انتي بتقولي ولا انتي خلفتيها من ورايا وما قلتليش ولا ايه؟ راجيه تبقى صاحبه عمري. ايوه صاحبه عمرك دي يا حبيبتي واحده متجوزه وكبيره ومسؤوله يعني تعرف تخلي بالها من نفسها. على ايه القلق ده كله؟ هو انا حيلتي في الدنيا غيركم انتوا الاثنين. هي حبيبتي واختي وصاحبتي اللي امي ما ولدتهاش وانتي بقى بنتي حبيبتي اللي ما حلتيش غيرها. تصدقي يا ماما انا كان نفسي قوي يبقى عندي خاله او خاله. الله طب انتي عندك خاله؟ خالي مين ده يا ماما اللي مهاجر بقاله 20 سنه في امريكا وما نعرفش اصلا عنه حاجه بيتصل كل سنتين مره ده. على قولك عارفه جدتك زمان كانت تقول لي ايه؟ البعد جفا. جفا؟ جفا ايه؟ هي كانت سعوديه ولا ايه؟ ايوه تريقي تريقي ماشي ماشي. جفا يا ستي يعني اللي بيبعد خلاص بينسى. خالك مدحت اول ما سافر زمان كان بيجي شهر وشهرين في السنه ويطمن علينا على طول. اول بقى ما اتجوز الامريكانيه وخلف منها نسينا خلاص لدرجه اني فقدت الامل انه ممكن يتصل تاني. لا ما تهزريش يا ماما والنبي بقى انا عايزه اروح امريكا واشتغل هناك ده حلم حياتي. اللي انت بتقوليه ده انت ممكن تسيبيني يا ماما بقى بلاش افوره ما انا هبقى اجيلك في الاجازات وكده يعني. عايزه اجازات؟ اه تصدقي وانا شايفاكي طالعه كده على سلم الطياره ممكن تعرفي ان انا خلاص طبيت ساكته. لا يا اختي بعد الشر عليكي يا قمر، تقوليش كده. استني وارد. الو، ايه البرانش ده بتاع مين اصلا؟ بتاع سامع؟ لا معرفش. لا استنى احسبها لك كده. يمين ولا شمال؟ اوكي 300. يبقى كده هو ليه $600. قول له بقى فلوسه هتوصل له اخر الاسبوع. ماشي، اوكي، باي باي. انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتعمليها دي. بصي يا ماما، انا وضعي هيتغير قريب جدا، انا حاسه بكده لان انا شغاله على الموضوع جامد بقالي فتره. بنتك يا ماما هتبقى مليونيره. انت عارفه ان الانترنت انفستمنت دلوقتي هو مشروع العصر؟ فاهماني؟ فاهمه قصدي؟ مش فاهمه حاجه خالص. كل اللي انا فاهماه ان انا خايفه عليكي بجد. طب وايه الاضافه يعني يا ماما؟ انت دايما خايفه عليا يعني. على رايك. يعني يوه، بقول لك ايه، انا رايحه لها. في ايه؟ رايحه لها. باي باي. ايوه يا رائف، ايوه عماله اكلمها من امبارح تليفونها مقفول. ايوه ما انا خايفه عليها برضو. غريبه قوي، قابلتها انا امبارح كده. ايه دلوقتي؟ انا لسه كنت بكلمه في التليفون، قلت اعدي عليه قبل ما اجيلك، قال لي مش هينفع انا رايح المستشفى. قلت له طب وحياتك تبقى تطمني. ربنا يستر، حالته كانت وحشه قوي امبارح. والله يا حبيبي صعب عليا قوي قوي. الا قولي لي يا رجل، انتي قلتي لمامتك واختك على اللي حصل مع حسن؟ قلت، ويا ريتني ما قلت. ليه؟ خير في ايه؟ هينطوا يجوا لي هنا دلوقتي. لا طبعا ده طبيعي، مش لازم يقفوا جنبك. انا لا عايزه حد يقف جنبي ولا عايزه حد يقف ورايا، انا عايزاهم يسيبوني في حالي. ودلوقتي زمان ماما كلمت حسن وهتجيبه على ملا وشه ويقعدوا يعملوا في حوارات ملهاش اي 30 لازمه. انا مش فاهمه انت مال دماغك ناشفه كده ليه؟ دماغي ناشفه في ايه بس؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ اقول له تمام اتجوزت، تمام عادي انا مسامحاك مفيش اي مشكله، ولا اقول له هات مراتك وابنك وتعالوا عيشوا معايا؟ ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ انا ما قلتلكيش ولا حاجه من اللي انت بتقوليها دي، وبعدين الراجل عنده استعداد انه يطلق مراته ويجي يعيش معاك يا ستي. هو انت اخر مره اتكلمتي معاه امتى؟ انا ما اتكلمتش معاه. يعني انت جايبه الكلام ده من نفسك؟ لا انت اللي قلتي لي الكلام ده. حسنى بلاش لف ودوران، انا عارفاكي كويس. اخر مره اتكلمتي مع حسن امتى يا حسنى؟ ده رائف، استرها يا رب. ايوه يا رائف. ايه في ايه؟ مالك؟ طب اهدى شويه، اهدى عشان افهم. في انت فين؟ باشمهندس رائف يا جماعه، يلا. باشمهندس رائف، باشمهندس رائف، تتهمي في محاوله قتل والدك. هل فعلا عماد وصفي ليه يد في الجريمه دي؟ عايزين نعرف حاله المستشار ثابت، استقرت ولا لسه؟ يعني الاخبار طمني. تمام يا حسام باشا، كله تحت السيطره. تحت السيطره ايه بس وزفت ايه؟ وبتوع السحر والجمال طايحين ولا حد عارف يلمهم. ما انت عارف يا حسام باشا النظام. يا باشا لا نظام ولا زفت، البلد لازم تنضف من الاشكال دي وانا هنزل انضفهم. يا حسام باشا ما انت عارف الاوامر. يا بيلا اوامر ولا غيره. انا اتكلمت مع اللواء رفعت الهواري وهو كمان مش عاجبه الكلام ده، واداني كارت بلانش قال لي اتصرف. وانا بقى لازم انزل بحمل هو اكتر من الاخوات. مصطفى ده عشره العمر، هو اللي مهون عليا السفر، اخلاقه عاليه جدا. بعد ما شفتك وشفت العيله هو يعني ما جابوش من بره، سماهم على وجوههم. الله يخليك يا باشمهندس، ده بس من كرم اخلاقك. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي والله، انا لسه جاي من مشاوير كتير، انت عارف بقى الزمايل في السفر، خد وهات واشحن موبايلات على بلاي ستيشن يعني. ربنا يجازيه خير يا باشمهندس، بس برضه لازم تشرب حاجه. اشكرك. بص ده احنا عندنا بن بقى، ما تقولش لعدوك عليه. اشكرك جدا يا درش. خد بقى عد دول. معقول برضه يا باشمهندس ده كلام برضه؟ دي امانه يا مصطفى، عد يا سيدي في بيتها. عد يا درش. خلاص ما انا وانت مسامح. عامل ايه؟ خير يا مصطفى، في حاجه؟ هو الحقيقه اصل مصطفى كان قال لي اني بعت 10,000 درهم ودلوقتي 5,000 بس. انا ما فتحتش الظرف والله، يعني زي ما اداهولي جبتهولك. هنكلمه يعني. ما قدرش، انا في بيتك هنا في مصر، اخوك معك اهو، كلمه. الو. يا مصطفى حبيب قلبي، عامل ايه؟ وانت بعت فلوس كام؟ 10,000؟ ماشي يا اخويا، المهندس ناير معاك. اقدرش. لا لا، غلط عندنا، اكيد في غلطه. بكره الصبح ان شاء الله المبلغ هيكون معاه. مع السلامه. انا اسف جدا، ان شاء الله بكره الصبح المبلغ كله هيكون معاك. لا مفيش حاجه يا باشمهندس. وايوه انت حضرتك فاضي بقابلك في حته، اخد بيت الفلوس، ما تشغلش بالك. ماشي، انا اللي هجيلك، انت مش هتجيلي، الفلوس كلها هتكون عندك. طب عشان خاطر اعمل لك فنجان قهوه على مزاجك. ماشي. ازاي؟ انت لما فتحتش الظرف، معقول يكون مصطفى غلط؟ بس ازاي؟ ممكن يغلط في 100 200، انما 5000 درهم موقف سخيف، كنتش اتخيل اني اتحط فيه. حاجه تجنن. ازاي ده حصل؟ ألف شكر يا عمنا. العفو يا باشا، تحت أمرك. إيه تمام؟ زي الفل. طيب يلا بينا على السحر والجمال. لا لا، بقول لك إيه، أنا مش عايز أروح المشوار ده. ليه؟ مقلق نتمسك في الكمين ولا حاجة. في إيه يا ابني؟ إحنا رايحين بعربيتي مش بعربيتك، وبعدين أنا كنت راكبة ورا، ما حدش شافني أصلاً، وأنت لابس أهو كاب ونضارة، في إيه؟ في إن الفار اللي عمال يلعب في عبي بينط لبره من كتر ما أنا مقلق من الحوار ده. يا هند هتجمد قلبك كده يلا، في إيه؟ أنت بقيت عيل سيس قوي كده ليه؟ سيس؟ أنت قديمة قوي. عموماً يا ستي، أنا بقى سيس بجد لو ما جيتش النهاردة البيت وطلبت إيدك من أنكل. فكك بس من أنكل دلوقتي، الصفاية اللي هناك تستاهل المغامرة. رغم ان انا مقلق بس ماشي. دولاب مرعي شمال، وش شمال. مساء الفل يا عمنا. مساء الفل يا برنس. فين حاجتك الحلوه يا عم مرعي يا حلو؟ موجود. بقول لك ايه؟ ايه يا عم مرعي؟ انت مفيش مره تيجي كده لوحدك؟ عم مرعي دي خطيبتي يا عم مرعي. طب وماله؟ ما تاخد ده وتسيبها. عم مرعي بقول لك دي خطيبتي. بلاش. لا لا، ها بقول لك يا عم مرعي بلاش ايه بس يعني دي اكتر بنت انا حبيتها يا عم مرعي، وهتبقى مراتي يا عم مرعي. يا عم هاتها وبعد كده خد غيرها. بس اقف قبل ما يجري، اجري يلا. اقف انت وهو ولا اقف يلا. اتحفظني على قلبي وراه. انا من ساعه اللي حصل وانا بشرح لراجية اني ما كانش قصدي اخونها او احب واحده تانية عليها. انا كان كل غرضي ان انا اخلف وبس، وخبيت عليها لاني بحبها، ما كنتش عايز اجرحها. وهو في جرح اكتر من ان الست تتخان؟ انها تعيش عمرها كله مغشوشه في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه، فجاه تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل، حتى الهدايا اللي بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها. مش كده؟ ده مش جرح. أنا بس كل اللي قاهرني إن أنا مش بس عشت مغشوشة، أنا كمان عشت غبية، لأني طول الوقت كنت بديك آثار وقول لي حرام. حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي، اهدى شويه في شغلك. وانت تقول لي لا معلش معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مساله حياه او موت. اتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده، الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانية. كده بمنتهى البساطه ولا كانك عملت حاجه. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شاريني، لو كان شاريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عمليه تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجيه. لا مش عشان بيحبني، عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجه. اهدي يا بنتي بس، الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام، وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امرك. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامه يا فندم، مع السلامه. خير يا حسام؟ الحقيقه يا باشا هو مش خير ابدا. عرفت انت جاي ليه؟ هو ازاي سعادتك النيابه تخلي سبيلهم بالسرعه دي؟ في ايه؟ ما هو انت ما قدمتش في القضيه اي احراز يا سياده المقدم. يا باشا انا قابض على العيال وهي بتقضي مخدرات من التجار، وقابض على العيال معاهم البودره بتاعتهم. حلو، التجار بقى اللي انت قبضت عليهم دول كان معاهم مخدرات؟ امال العيال كانوا بيشتروا من مين سعاده اللواء؟ رد على سؤالي يا حسام. التجار كان معاهم مخدرات؟ يا فندم ما هو من الطبيعي جدا ومن المنطق واحنا بنعمل مداهمه وبنضرب عليهم نار عشان نقبض عليهم، هيرموا البودره في اي حته في الجبل. خلاص، يعني قضيه من غير احراز، تجار من غير مخدرات، قضيه في شنك. يا دوبك العيال اللي هم اتقبض عليهم وهم بيشتروا دول يتعمل لهم قضيه تعاطي. بصراحه يا فندم انا مش قادر اقتنع باللي بيحصل ده، في حاجه غلط. قصدك ايه؟ اقصد ان منطقه السحر والجمال خط احمر، في حد حاميهم يا باشا. بص يا حسام، هات القضيه متظبطه ومتقفله صح وهوري لك هعمل فيهم ايه. على فكره انا ما عنديش خطوط حمراء، القانون بيمشي على رقبه الكل حتى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أنا متشكر جدا يا دكتورة. أنت عارف أنت كنت هتعمل إيه في نفسك؟ كنت هتموت نفسك غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك، في حاجة اسمها إرادة. الحمد لله المرة دي عدت على خير، بس ما تهيأليش المرة الجاية ممكن تعدي. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تتحجز في المصحة، ومش باختيارك على فكرة، ده بالأمر. إلا بقى إذا كنت أنت بايع نفسك، ده موضوع تاني. عايز تعيش ولا عايز تتكل على الله؟ أعيش طبعا. خلاص، ما أنت عارف شعار عز الدين نديم، عيش سيب الناس تعيش. ما أنت عارف يا جودة بيه أنا كلمتي واحدة، خصوصا مع حبايبي. ماشي ماشي يا حبيبي، مع ألف سلامة. يا عم راضي، إيه اللي أخرك قوي كده؟ مساء الخير على معاليك يا فندم. انت راجل، انت مش هتبطل تقول لي كلمه افندينا دي. ومالها بس افندينا؟ يعني بتحسسني ان انا راجل اقطاعي، راكب الكاريتا بتاعتي ونازل على الفلاحين بالكرباج. حاشا لله يا غالي، حاشا لله. ده انت الاخلاق والتواضع كله. ماشي يا عم رضا، قول لي بقى ايه الاخبار؟ مالك يا راضي، انت في حاجه عايز تقولها؟ لا تمام سعادتك، كله تمام. الجماعه اتظبطوا وبيدعوا لك. طيب تمام. انا كمان جودة بيه كلمني وطمنته. معقول؟ معقول هو محتاج يطمن بقى لله كله؟ هي دي اول مره؟ ما انت عارف بقى الليله يا عم راضي لازم يعمل له شويه دول علشان نتوصل. اكتر من كده؟ لا قول لي، انت عرفت حكايه المستشار ثابت؟ طبعا دي الدنيا كلها مقلوبه على الموضوع ده. تفتكر يا راضي مين اللي ورا الحكايه؟ والله هو ناس كتير بتقول ان عماد وصفي. لا لا لا، عماد لا، عماد ما يعملش كده. على فكره ده جبان، راجل بيخاف من خياله. عندك حق يا معليك، عندك حق. طيب انا عايزك يا راضي تعرف لي مين اللي ورا الحكايه دي، وكمان تبعت بوكيه ورد باسمي المستشار ثابت. اوامرك يا فندم. في يا راضي، مالك شكلك كده عاوز تقول حاجه، قول. والله هو انا ليا طلب عند سعادتك ويا ريت ما تكسفنيش فيه. في يا راضي؟ بتقول وتخلصني؟ مليان. راضي اوعى تكون كلمت البنت دي. معقول برضك؟ ده معاليك محلفني على كتاب ربنا. امال بتجيب سيرتها ليه؟ صراحة أنا عايز معاليك تحلني من القسم ده. ليه يا راضي؟ ناوي تكلمها ولا إيه؟ ما هو سعادتك عارف إن أنا اللي مربيها. بصراحة بقى أنا مش عارف أنت إزاي قالت عليك كده. مش عارف ليه؟ مش عارف ليه يا راضي؟ ليه؟ هو أنا برضو اللي خليتها تعصى أبوها وتتجوز من ورايا؟ بتحبه يا فندم؟ بتحبه؟ حب إيه؟ ها؟ حب إيه يا راضي وزفت إيه؟ ماشي، خليه ينفعها. بكرة تشوفها، هتجيني وهي ندبانة، بس للأسف ساعتها بابي هيكون مقفول. يعني مفيش فايدة؟ أنا مش عايزك تجيب لي سيرة البنت دي تاني، فاهم؟ أنا خلاص ماليش بنات، أنا ماليش غير ابني تامر عز الدين نديم. على فكرة هو لسه صغير، محتاج رعاية مني ومن أمي. يا فندم ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيه، بس برضه يعني الضفر عمره ما يطلع من اللحم. بقول لك يا هو أنت يا أخي كل ما تشوفني رايق ومزاجي مظبط لازم كده تعكنن عليا. اسمع اسمع يا راضي، أنا هقول لك والآخر مرة، البنت دي خلاص صفحتها اتقفلت بالنسبة لي. على قد ما كنت بحب البنت دي، على قد ما قلبي اتقفل من ناحيتها. يا احنا اتأخرنا أوي. احنا لو قعدنا ساعة كمان الصبح هيطلع علينا. يلا قوم 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 معايا، يلا بينا. أنا مش عارفة أروح السحر والجمال ده إزاي، أنا حاسة إن هما هيعملوا فيا حاجة. وكمان الزفت اللي قافل تليفونه ده، انت فين يا زفت انت؟ تعرف ان انا كنت اروح في 60 داهيه بسببك؟ طب بقول لك ايه؟ عايزك تسيب لي الحاجه تحت الدواسه زي كل مره. ايوه هحولهم لك زي كل مره. يلا اخلص. سلام. ايه؟ اتأخرت عليك؟ لا لا ولا يهمك حبيبتي. ها عملتي ايه؟ عيب عليك بقى. ايه كم واحد هيدخل؟ كم واحد ايه يا ابني؟ كلهم هيدخلوا. يا بنت اللعيبة، ده انت طلعت حكاية كبيرة. تلمستك يا باشا تلمستك. بقول لك ايه؟ لازم تبقى معانا في طلعة اسكندرية. السوق هناك جامد قوي وعاوزين نعمل أحلى شغل. اسكندرية؟ مستحيل ماما يا ابني تسيبني أروح اسكندرية لوحدي. ايه الجو الضيق ده؟ لسه طفلة ولا ايه؟ طفلة؟ أيوة أنا بالنسبة لها طفلة، النمو يوقف عند 12 سنة بالنسبة لها. طب يلا بنشوف الموضوع ده بعدين. خلاص في إيه يا ابني؟ هو أنت مالك قفشت كده ليه؟ خلاص هحاول والله أوعدك. طب يلا يلا يلا. ممكن تهدي وتفهميني ايه اللي حصل؟ ماتت. ماتت يا دكتور. هي مين اللي ماتت؟ رشا صاحبتي، اوفر دوز. وهي فين دلوقتي؟ رميتها في الصحراء على طريق الاسماعيليه، في حته قريبه من مكان بنسكور فيه، اسمها السحر والجمال. رميتيها؟ الله يخرب بيت ام السحر والجمال اللي طالعه لي زي العفريت في كل حته. انت ايش عرفك انها ماتت؟ انا اول ما اديتها الجرعه فقدت الوعي وما بقتش تتحرك خالص. طب قومي معايا قومي معايا. على فين يا دكتور؟ هتعرفي بعدين. قومي معايا مفيش وقت نضيعه. اوعي تكوني تسلميني البوليس. يا ستي بوليس ايه دلوقتي؟ مش وقت الكلام ده. اتفضلي. في ايه؟ رأيف خضتني. بابا عامل ايه؟ خلاص يا حسنى اتأكدت ان ابويا خلاص هيفضل عاجز طول عمره. الدكاترة اكدوا لي انه الامل بقى ضعيف قوي، مش هيقدر يمشي على رجلي تاني. ما تقولش كده، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله ونعم بالله. أنا حاسس إن أنا في كابوس يا حسنى. كابوس مخيف ومش عارفة أفوق منه. ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده. رائف، بابا لازم يشوفك كويس وبتضحك قدامه. صدقني هو ده اللي هيخليه يخف بسرعة. أنا كل اللي شاغل بالي إزاي أعرف أجيب له حقه في إيديا. خبر أسود، تجننت. أنت عايز تودي نفسك في داهية. لو انت عملت كده يبقى البوليس هيعمل ايه؟ البوليس يعمل اللي هو عايزه، المهم انا اجيب له حقه بايديا حتى لو كان التمن ده موتي. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. اهدى عشان خاطري اهدى. ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه، ويا سيدي فكر فيها على الاقل. صعب يا حسنى، انت بتطلبي مني المستحيل. يعني ايه هضحك في وش ابويا وهو مشلول؟ طب هو يقول عليا ايه من جواه؟ ده أنا مش حاسس بيه. رائف أنت عارف كويس قوي إن بابا روحه فيك. لو حس إن أنت مهموم ومتضايق هيحس إن هو بقى تقيل عليك، وصدقني ده ممكن يأخر في علاجه ولا قدر الله يحصل له أي حاجة. وأنا برضه غصب عني، أنا عندي حالة يأس غريبة. حتى لما قلت للدكاترة إن أنا أقدر أسفره بره قالوا لي ملوش فايدة، مفيش جديد هيحصل. طب تصدق بقى ان انا متفائله وحاسه انه ان شاء الله هيخف. طب انا هحكي لك قصه عمتي. عمتي خبطتها عربيه، الدكاترة اللي بيعالجوها قالوا مستحيل إنها تخف، وإنت عارف إن الطب ساعتها ما كانش متطور زي دلوقتي. بعديها بفترة كده لقيناها ابتدت تتحرك لدرجة إنها بقت بتجري معانا كمان. تعرفي يا حسن أنت مشكلتك إيه؟ إيه؟ إنك طيبة أوي وما بتعرفيش تكتبي. بقى جت مشلولة دخلت معاكوا سبق وأنت مالكيش عامة أصلاً. طب عامل إيه بس؟ ما أنا عايزاك تضحك بقى. متشكر يا حسن قوي. وقفتك جنب دي بالدنيا. ربنا يخليك. الاخبار راجيه ايه؟ يا نهار ابيض. بس خلاص ايه يا نهار ابيض؟ لا مفيش حاجه يا فندم. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ اهدى ايه وزفت ايه؟ انا في الشارع. لا مفيش حاجه يا حاج، مفيش حاجه، لا مفيش حاجه، دي بسيطه اهي. سكت يا رائف. ممكن تهدي شويه وتحاولي تفتكري يا ستي صاحبتك فين؟ من فضلك اهدي، حاولي تفتكري بقى. انت مش هتحبسيني صح؟ يا ستي والله ما هتنيل احبسك، عمرك شفتي دكتوره بتحبس العيانين بتوعها؟ المهم دلوقتي نلحق الغلبانه دي قبل ما تروح مننا ونروح كلنا في 60 دقيقه. بس انا خايفه قوي. معلش انا كمان مرعوبه، بس ان شاء الله ربنا هيستر. حاولي بس تفتكري، وديتي رشا صاحبتك دي سبتيها فين؟ مش فاكرة. من فضلك اهدي. مش فاكرة. بصي ايوه هي واد لوحة الاعلانات اللي هناك دي. تمام. بصي خشي من كده. تمام زي الفل. اهدي بقى وما توترينيش من فضلك، اهدي. اكيد مش هتموت. لا ان شاء الله، لا ربنا هيستر. يا رب. مش هتحبسيني يا ستي والله ما هحبسك، صدقيني ثقي فيا شوية. يلا اهدي بقى ما توترينيش، شيلي. مش هتموتي يا دكتورة. فلا الله ولا بالك يا شيخة. روح. دكتورة راجية، ايه اللي جابك هنا؟ أنا مش مصدق يا دكتورة، مش مصدق إن واحدة زيك تحط نفسها في موقف زي ده. معقولة؟ واحدة في وضعك ومكانتك تحط نفسها في موضع شبهات زي ما عملت النهارده؟ يا فندم صدقني أنا ما فكرتش في أي حاجة غير إن أنا أنقذ روح، ما فكرتش في أي حاجة تانية. طالما المسألة بقى خرجت بره العيادة أو المستشفى يبقى مالكيش صالح بيها خالص. ده يبقى من اختصاص بقى الإسعاف أو البوليس، لكن أنت بقى تحط نفسك تحت المساعدة القانونية ليه؟ معلش يا فندم بس أنا عايز أوضح نقطة. بحكم الجيره اللي موجوده بيني وبين دكتوره راجيه، يعني انا عايز اوضح ان هي عندها مساله الانسانيات دي عاليه حبتين. طبعا انا مش ببرر وبقول اللي حصل النهارده ده صح، لا، ده لولا اعتراف المريضه اللي عندها باللي حصل كان زمان حطت نفسها في 100 مشكله بجد. طب يا فندم انا الحقيقه اللي واجعني اكتر حاجه دلوقتي ان انا وعدتها انها لا هتتاذي ولا هيتقبض عليها. برضه مش شغلتك، ما توعديش حد بحاجه مش في ايدك. صح يا فندم، صح، عند حضرتك حق، أنا آسفة. طب بالنسبة لرشا لحقتوها ولا لأ؟ مش بقول لحضرتك مسألة الإنسانيات عندها أوفر حبتين؟ يا ستي، رشا لحقناها وهنوديها مركز لعلاج الإدمان وهتبقى زي الفل إن شاء الله. تمام، الحمد لله زي الفل. طيب يا فندم بالنسبة لفاطمة مفيش فاطمة يا فندم على فكرة، اتفضلي يا راجل، اتفضلي. يلا يا راجل اتفضلي، معلش يا فندم احنا آسفين جدا. اتفضلي عن إذنك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لا يا دكتور راجل، اللي انت عملتيه ده كنت هتودي نفسك في 60 ده، ربنا بس اللي استرها معاكي. الحمد لله جت سليمه، ميرسي قوي يا حسام على اللي عملته معايا. ميرسي على ايه بس يا دكتوره؟ احنا جايين. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هتسيبيني يا دكتوره؟ انت مش وعدتيني انك مش هتسيبيني يحبسوني؟ خدها يا ابني من هنا، خدها من هنا. ثانيه واحده يا حسام عشان خاطر، ثانيه واحده، ما تخافيش يا فاطمه، ما تخافيش، انا مش ممكن هتخلى عنك، انا هوكلك اكبر محامي. توكلي لي؟ هو مش جوز حضرتك محامي كبير برضه؟ مساء الخير. مساء النور. دكتورة راجية موجودة؟ نقول لها مين حضرتك؟ الرائد معتز السيوفي، مباحث عامة. مباحث؟ أهلا وسهلا سيادة الرائد، أهلا وسهلا، روحي أنت. حاضر. أهلا وسهلا، خير. الحقيقة إحنا جايين نحقق في قضية المستشار ثابت سعيد. طب وأنا داخلي إيه بالموضوع ده؟ داخلك إيه يا دكتورة؟ ده الباب في الباب زي ما بيقولوا، وأكيد عند حضرتك أي معلومات. معلومات زي إيه؟ يعني حابب أعرف حضرتك كنت فين وقت وقوع الحادث؟ أنا كنت هنا في البيت بتفرج على التلفزيون وفجأة سمعت صوت ضرب نار، خرجت لقيت أنكل ثابت مرمي على الأرض بينزف والناس حواليه. ما شفتيش العربية؟ ما شفتيش اللي ضربوه حتى؟ لا انا ما شفتش حاجه خالص. تفتكري المستشار ثابت او ابنه رائف ليهم اي عداء؟ بالنسبه لرائف ما تهيأليش، رائف انسان مسالم ومحترم ومؤدب جدا ومحبوب. وكان خطيب حضرتك برضه؟ حضرتك تعرف معلومات زي دي منين؟ ما انا بقول لحضرتك انا مباحث، لازم ابقى عارف كل حاجه زي دي. بس يعني اصل الموضوع كان من فتره طويله قبل ما اتجوز. قبل ما تتجوزي المحامي حسن سيف الدين، مظبوط؟ هو حضرتك جاي تعمل تحريات عليا ولا على انكل ثابت؟ وحضرتك اتعصبت ليه؟ انا ما اتعصبتش، انا بس مستغربه، حضرتك جاي تعمل تحريات عني ولا على انكل ثابت؟ لا هو كده حضرتك فهمت الموضوع غلط خالص. انا طبيعي ان انا بعرف معلومات زي دي لان انا بحقق في الموضوع ده بقالي كتير. هستأذن حضرتك لو قدرتي توصلي لاي معلومه تفيدنا يا ريت تكلميني، ده الكارت بتاعي. اكيد حاضر. بعد اذن حضرتك. اتفضل. صباح الفل على معليك، نهارك ابيض سعادتك. صباح الخير يا رب. ايه الاخبار؟ بقالي مده طويله قوي بحفر ورا موضوع المستشار ثابت. وصلت لحاجه؟ للاسف سعادتك الموضوع متقفل عليه بالضبه والمفتاح. يبقى الموضوع وراه حد تقيل بجد. مش تقول لي احمد وصفي؟ صحيح. بعت لي رساله النهارده الصبح بيقول لي انه بيتصل على سعادتك وانت ما بتردش عليه. وده عاوز ايه ده كمان؟ مش عارف، بس قال لي انه محتاج سعادتك ضروري. ماشي ماشي يا راضي، هبقى اكلمه. طب هستأذن انا؟ روح انت، بس خليك ورا موضوع ثابت. ما تقلقش يا فدينا، ما تقلقش، انا مش هسيب الموضوع ده غير لما اجيب لي سعادتك الخبر اليقين. يا عماد هو انت فين؟ انت لسه في لندن؟ طيب انا لقيت مكالمات كتير. لا تعالى شمال شويه. يلا انا مش فاهم، انت هتسيبهم يمشوا كده؟ مش وقته يا حمدي. هنتحرك وراهم صح؟ لا هو قال لي لا، هو قال لي لا يا استاذه، هي مش دي الفرصه اللي انت مستنياها؟ انا دافع لابن محمود البقال ورقه ب 100 جنيه هتدهاني انت؟ يا ابني افهم، لو نزلنا رحنا لهم في لحظه زي دي هيبقى شكلنا رخيص قوي يا حمدي. لا لا لا, لا ما عندكيش، لا ما عندكيش يا علا يا استاذه، الفرصه دي مش هتيجي تاني. مش هنزل يا حمدي. حمدي الصحفي اللي ما عندوش مبدأ وما بيقدرش مشاعر الناس ما يستاهلش يشتغل الشغلانه دي. احنا مش باباراتزي يا حمدي. طب شوفي هتقولي ايه بقى رئيس التحرير يا ماماراتزي؟ شيخه انا دافع كل ده زفت على دماغي على دماغي ولا الو. ايوه يا ماما انا في اسكندريه. هرج ايه؟ لا وانا هرج ليه؟ هو في ايه يا ماما انتي بتكلميني كده ليه؟ وانا عيله صغيره ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، خلاص خلاص انا اصلا كنت بكلمك علشان بس اطمنك عليا واقول لك ما تقلقيش. يلا سلام. حسنى اهدي بس بالراحه، بنتك خلاص ما بقتش عيله صغيره. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ البنت سافرت اسكندريه من غير ما تقول لي. لا كلمتك وقالت لي. يعني بتحطني قدام الامر الواقع. ما انا ياما قلت لك ما تخنقيهاش وادي النتيجه اهي دلوقتي قررت ونفذت. طب اعمل ايه؟ قولي لي اتصرف ازاي واعمل ايه؟ انا هسافر لها اسكندريه. بطلي جنان، هتسافر اسكندريه دلوقتي تقولي ايه؟ تمشي في الشوارع تقولي بنتي لا لا مش دي. سنة وده عمر. طب يا عمير ثانية واحدة وجاية. لا يا حبيبتي خدي راحتك، أنا ممكن أروح وأعدي عليكي وقت تاني. لا 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 ثانية واحدة وجاية على طول. إيه هو ليه؟ إيه قلة الذوق دي؟ أنا برضه القليل الذوق، أنا مش قايل لك إن أنا ما بطيقش الست اللي بره دي خالص. أرجع من الشغل تعبان، ألاقيها في وشي برضه. يعني أنا كنت عارفة إن حضرتك جاي النهارده بدري؟ أه يعني هي دي المشكلة بقى دلوقتي. طب اسكت بقى، هي شوية وهتمشي. طب اتفضلي مشيها دلوقتي حالا، عشان لو ما مشيتهاش مش هيحصل كويس. في ايه يا وليد؟ عاجبك كده؟ اهي اتكسفت وماشيه. وهي دي كل حكايتي، ما كدبتش في ولا كلمه قلتها لك. وجوزك فين دلوقتي؟ راجع ابو ظبي تاني. واحده صاحبتي شغاله في المطار جابت لي اسم من رحله الطيران. كل المدة دي انتي ما حاولتيش تتصلي بيه؟ حاولت اكلمه كتير قوي بس مش بيرد عليا، حتى حاولت اكلمه على تليفون المكتب. اول ما سمع صوتي قفل السكه في وشي وعاملين يبلوك من كل حاجه. واضح طبعا انه خلع رسمي، وانا مش قادره الومه، هو عنده حق. طب تحبي اتدخل واحاول اوصل له؟ لا يا دكتوره كفايه كده، أنا حاسة إن أنا كرامتي بقت خلاص في الأرض. طب ليه ما حاولتيش تتصلي بوالدك؟ أهو ده بقى المستحيل بعينه. أنا لو رجعت لبابا وأنا مدمنة كده مش بهي ضيقة النير فيها. نير؟ الله، طب ونير دخله إيه في الموضوع؟ هو كده، أي حاجة بتبقى حجتها نير. أنتِ مش متخيلة هو بيكرهه إزاي. بصراحة لو خلع بالطريقة دي من حق أبوك يكرهه، بس برضه من حق نير إنه يعرف إنك حامل. وانه يعرف على الاقل ان في بيبي جايله في الطريق. ولو ابني اللي في بطني ده حصل له حاجه بسبب الهباب اللي انا باخده، تفتكري ان ساعتها هيسامحني؟ انت حكايتك معقده قوي يا مريان. ايه الفلوس دي؟ انا مستعده ادفع لك اي حاجه انت عايزاها، بس تعالجيني في سريه تامه وتنقذي ابني اللي في بطني. خدي فلوسك يا مريم، خدي فلوسك عشان نعرف نتكلم. صباح الفل يا نسرين. صباح النور. معلش بقى هتعبك معايا تاني الكلام ده، قلت لك مفيش فرق بينا. ربنا يخليكي ليا يا رب. انا عندي شويه مشاكل في الشغل متلتله، بس كله هون عشان سياده المستشار. خير ان شاء الله، ربنا يقومه بالف سلامه يا رب. معلش بقى انا لازم امشي عشان اتاخرت. اكيد طبعا، يلا باي. باي. بقول لك ايه، انا لازم اعرف انت نازله في انهي اوتيل. في ايه يا ماما؟ ما تهدي شويه. على فكره انا مش عيله صغيره، وبعدين هما يومين وراجعه. هو انت مش بتثقي فيا؟ اثق فيكي ايه ونيله ايه بس؟ انت فين؟ ما هو انت لو بتاخدي وتدي معايا كده في الكلام كنت قلت لك انا فين وبعمل ايه، بس والله العظيم انا عارفه لو قلت لك انا فين هلاقيكي طب عليا دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. يا بنتي انت عايزه تموتيني؟ يا ماما موتك ايه بس؟ ايه الاوفر ده؟ يا حول الله يا رب. ماما سلام دلوقتي عشان انا عندي شغل، وبالليل ان شاء الله هبقى اكلمك قبل ما انام. يلا سلام. ريم استني بس. ريم؟ الو انت يا بنت؟ اه يا كلبه يا كلبه، بس ترجعي. ايه اللي خليتك تخرجي بره البيت؟ ما بقاش على حسنه. مم. مالك يا رأي في ايه؟ مش عارف يا باسم، المصايب نازلة ترف على دماغي ومش عارف أعمل إيه. حتى النهاردة جيت الشغل عشان أشتغل معرفتش. الله، صحيح هو أنت سايب بابا مع مين؟ مع نسرين بنت عمي. طب كويس إنك لقيت حد وقتمن تسيبه معاه. آه الحمد لله طبعًا. بس موضوع نسرين بنت عمي وعمي ده بصراحة عامل لي مشكلة. مش عايز أتقل عليهم أكتر من كده. يا حبيبي ده اخوه وبنت اخوه، وايه المشكله في كده؟ هم دول اغرب. هتقول لي اتقل وما اتقلش. يا حبيبي يا حبيبي انت في حاجات ما تعرفهاش. طيب ما ترسيني في ايه؟ نسرين بنت عمي مالها؟ يعني بحس من طريقتها معايا كده ونظراتها انها معجبه، بتحبني كده يعني. تصدق فعلا عندك حق، دي مشكله كبيره قوي. هو في حد يطايل حد يحبه في الزمن ده؟ يا ابني يا ابني مشكلة فعلا، مشكلة. بالعكس أنا شايف إنها مش مشكلة، لأنها هتحاول تقرب لك وتحبك وتعمل لك كل اللي أنت عايزه عشان ترضيك. يا ابني أنت مجنون، يعني أستغل بنت عمي وأقول لها إن أنا بحبك عشان خاطر تقف جنب أبويا؟ أنت مجنون يا ابني، أستغلها؟ هو أنا بقول لك استغلها؟ بقول لك إيه، هي بصراحة بنت كويسة وفيها مميزات الدنيا كلها. بس يبقى تتجوزها. يا ابني يخرب بيت بقك على اللي انت بتقوله. انا هي حلوه وكويسه لكل الناس طبعا، ودي حاجه حلوه جدا، لكن بالنسبه لي انا هي اختي. اختك؟ ده انت فقري، ولا تلاقيك صحيح مش قادر تنسى حبيبه القلب. بقول لك ايه، انت تسكت خالص وتخرس بدل ما اطردك من هنا، انت فاهم ولا لا؟ ما هو انا كده لما اجي لك على الجرح تقول له اسكت وما تسكتش. يا عم انساها بقى، ده انت لو بتحب انجلينا جولي كان زمانك نسيتها. باسم قوم اطلع بره، يلا يلا قوم امشي امشي يا اخي، قوم خليني اشوف شغلي. انا ما عملتش حاجه النهارده خالص، والناس هرياني تليفونات. ماشي يا عم الباشمهندس، خلص شغلك. استأذن انا. ماشي، خلي بالك من نفسك. حاضر. شريف، 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 يا شريف، نهار اسود، يا لهوي يا لهوي يا شريف، يا لهوي يا نهار اسود يا شريف. يا نهار اسود، يا لهوي، يا نهار اسود، يا نهار اسود. لهوي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا لهوي. فين؟ فين؟ ايوه يا سهيل، هو شريف كلمك؟ يعني انت ما تعرفيش هو فين؟ يا ستي ما فيش حاجه، جاوبيني. طب والنبي لما يكلمك ولا تعرفي هو فين كلميني ضروري، ضروري سهيله والنبي. يا ستي ما فيش حاجه، اقفلي سلام. نهار اسود، نهار اسود، يا لهوي. آمين يا ربي، آمين يا لهوي. خير يا دكتورة؟ نتائج التحاليل مش حلوة خالص. ازاي؟ ما تتخضيش قوي كده، أنا هكتب لك على شوية أدوية وسبلمنتس تاخديها لمدة 3 أسابيع، هتغير لك كل النتائج اللي في التحليل دي. يعني في أمان البيبي ما يموتش؟ بعد الشر، بس حقيقي ضحكتيني. أصل أنا خايفة قوي. بصي يا مريان، أنا عايزة أقول لك حاجة. نص العلاج بيبقى في إيد المريض نفسه. إزاي؟ مش فاهمة. يعني إرادتك ورغبتك أكبر دافع إن هم يخرجوا المخدر من جسمك. بتلاقيش يا دكتور، أنا عندي رغبة أكيد إن أنا أخف. أنت عارفة أنا سمعت الكلام ده من كام واحد قاعد على نفس الكرسي ده قبل كده؟ كتير قوي، وللأسف 20% بس هم اللي كانوا صادقين في كلامهم. صدقيني يا دكتور أنا عايزة أخف. بقالوش الذنب اللي في بطني ده يتفتح من نتيجة حاجة أنا عملتها. أنا عايزاكي أنت تخفي عشان أنت عايزة تخفي، مش عشان أي حاجة تانية. مش فاهم قصدك إيه؟ قصدي يعني افرضي لا قدر الله البيبي نزل، مش هتكملي علاج؟ هو البيبي ممكن يموت؟ أنا بقول لا قدر الله، أنا مش بخوفك. أنا بس عايزة أسمع منك إجابة واضحة وصريحة. هتكملي علاج ولا لأ؟ بصراحة لولا اللي في بطني أنا ما كنتش هفكر في موضوع العلاج ده. ليه يا بنتي؟ هو أنت جسمك هين عليكي قوي كده ليه؟ عايزة أعرف السبب. حضرتك عارفه احساس البودمن ايه؟ اللي عايز يشد بودره ومش لاقي. مفيش حاجه ممكن تخليه يستحمل العذاب ده غير البطن. طيب نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي. انا زي ما قلت لك هديكي شويه ادويه وسبلمنتس تاخديها واشوفك بعد 3 أسابيع. وطبعا مش هفكرك، لو عوزتي اي حاجه في اي وقت تليفوني مفتوح لك على طول. مش عارفه اقول لك ايه، يا ريت الناس كلها تبقى زي كده. ايوه يا سهيلة، شريف ظهر ولا لسه؟ لسه بكلمه، لسه قافل تليفون. انا راجعه في الطريق دلوقتي. بقولك ايه، لما ماما تكلمك اوعي والنبي تغلطي في الكلام. هي المفروض عارفة إن أنا راجعة بكرة من اسكندرية. ها؟ لما أجي أحكي لك على كل حاجة. لا مفيش حاجة بخير يا سهيل. طيب اقفلي بس دلوقتي عشان أنا حواليا ناس مش عارفة أتكلم. سلام. تعرفي مش وقت الكلام ده دلوقتي، طف يجنن وما عامل لي الباقي. بصي انا عايزه اقولك. لا يا امي انا بطلت. انتي بلاش هبل، شيليه عندك، مسيرك هتزعلي، انجزي، هتجيبي الفلوس مني في العربيه. انتي اجيب لك الفلوس من جوه. يلا يا بنتي انت لسه هتفكري، حلال عليكي في الباب. سلام. احنا فرغنا كاميرات البنك، هي صورت عربيه، احتمال كبير تبقى العربيه. انا جبت رقمها وبعتها. اللي انت متعود عليها دي خالص. قصدي انها حل بالطب الشرعي ولا بتاريخ العربيه. بيعملوا حاجه زي كده قوي. اقعد يا ابني. هي غريبه شويه. حراسه لثابت سعيد. ومين قال لك يا ايه ورد؟ مفيش يا باشا، لو في كده يبقى معناه رجالتي شايفه شغل يا باشا. فاهمك يا سيدي، عليهم حراسه لا حد شايفه. لا ده شغل عالي قوي، عايزك بقى تتعود على الطريقه دي. لان المرور الغربيه يا فندم. قهوه الباشا. تمام يا فندم. قهوه عشان مش هتنزل اجازه. ايه يا ابني؟ فعلا يا باشا، يقول العربيه مسروقه من 3 شهور. ايه ده؟ وامبارح لو يا ابني انا مش قايل لك الكلام ده من الاول. نور يا باشا. الفتره الجايه تفكر في القضيه دي. طب انت رايك نشتغل في القضيه دي ازاي؟ الكلمتين اللي هقولهم لك دول مهمين كده. انا ايه بس يا بت بلاش هبل، انا هي بسيطه وهترجعي زي ما بس. يا سهيله الفلوس هتتدبر ان شاء الله، انت امك معاها. انت مش فاهمه حاجه يا سهيله، الموضوع ده عامل زي وهو طبعا زمان ملايين يا سهيله تحت في الابلاين. هو انت يا سلام، والناس هو اللي عرفوني انا يعرفوني انا. الله يحرقك يا شيخ، ده يطلع من الواد انا اللي استاهل ضربه جزمه. فعلا اللي استاهل ضربه جزمه. تريقه على ماما عشان كنت بتخافيكي، كنت سمعت كلامها بس انا غبيه. سهيلة يا عم ثابت مالك؟ ينفع كده؟ كل ما اخش عليه ولا ادم ما ينفعش والله. والله هترجع سلسل المحاكم من تاني صدقني. ماشي انت مش مصدقني بقى زي الفل. وبعدين يا عم منك قوتي بيه. لا توجهني اعرف احد والسنه ما يتعرض لمشكله ما يعرفش يتغلب عليها. لا يا عم ساب انت قدها. في ناس كتير قوي لو فكرت تنزل الرسائل هتلاقيه مليء عليك. شوفك عم ثابت ان شاء الله. انا هنزل اقعد معاك. حياتك عندي يا ادالي بال. لما اعرف مين اللي عمل فيك جيب لك حقك. كل حاجه حلوه عملتها اديتهولي كله، مش هسكت. اسكت يا عم سامي وهجيب لك. بتحبي قهوتك ايه؟ زيادة ولا مظبوط؟ يا دي المصيبة، ده احنا لازم نبيع كل اللي حالتنا عشان ما تتسجنيش. يا نهار اسود، يا لهوي. بصي يا ماما، هو احنا حتى لو بعنا المعادي دي كلها مش هنعرف اصلا ندفع للناس دول اي حاجه. بصي، انا لازم الاقي شريف، ده هو ده اللي هيجيب لنا الفلوس. يا سلام، وانتي لو لقيتي الزفت بتاعك ده هتيجي الفلوس بالسهل كده؟ معرفش، بس احنا نلاقيه بس الاول. بصي، احنا بقى نكلم عمي وهو يجي من البلد يخطفه ونحطه في اي حاجه. اخرسي انتي قابله بنت، انتي عصابه ايه وخطف ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ما احنا لو ما عملناش كده يا ماما نتسجن. انا عايزه اعرف الواد ده اخد منك الفلوس ازاي؟ ده لا، مش فاهمه قصدك. يعني الواد ده اخد منك الفلوس ازاي؟ انت كنت قاعده في انهي اوتيل؟ ما انا قلت لك، انا كنت اخدت شقه اجرتها. كنت قاعده بقى فيها لوحدك ولا الواد ده كان معاكي؟ وده يا ماما اللي انت بتقولي ده، هو انا يا ماما بتاعت الكلام ده؟ انتي نصابه، انا ما عنديش ثقه فيكي. بصي لي من وانا بكلمك، شفتي اخرة عدم سماع الكلام اللي حصل؟ وديتي نفسك 60 دقيقة، وكل ما يتكلم معاكي انا كبرت، انا اقدر اعتمد على نفسي. ايه الاوفر ده؟ بس انتي مش غلطانه، أنا اللي غلطانة واستاهل ضرب الجزمة، لأني لو كنت لطشتك ما كانش ده حصل، والله ده ما كان حصل. اوعي تفتكري إن سكاتي على قلة أدبك وتشويحك وبجحتك معايا ده كان ضعف مني، بالعكس أنا كان نفسي تطلعي بني آدمة، نفسي تطلعي إنسانة طبيعية محترمة. كان نفسي لما أكبر وأعجز وأبقى كركوبة كده أنت اللي تشيليني. بس تشيلي مين؟ أنا هفضل أشيلك العمر كله، هفضل أشيل قرفك العمر كله، سامعة؟ قرفك اللي أنا فيه يا شيخة، حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي. أعمل إيه يا ربي؟ بس أعمل إيه في المصيبة دي؟ أعمل إيه؟ أرجوك يا باشمهندس ما تفهمنيش غلط. يا باشمهندس أقسم بالله أنا ما حرامية، أنا صحفية من جريدة الحدث واسمي روان. أنا عارفك من كتر مطارداتك ليا في كل حتة. الحمد لله إن حضرتك افتكرتني. ايوه، بس مش معنى ان انا افتكرتك ان انا مش هسجنك الليله. والله العظيم لو حضرتك عرفت انا جايه هنا ليه هتشكرني. يا حبيبتي بطلي الحركات دي، ادمت جدا خلاص بقى. استاذ رائف، وحضرتك لسه مصدق اني حراميه؟ ما حد ينط على حد في مكتبه في نص الليل يبقى اكيد حرامي. بس انا ليا سؤال عندك، هو انا لما كنت انا والوالد نازلين من المستشفى وكان المصورين والصحفيين حوالينا، وكان معاكي ولد بكابوزه كده برضه يعني بيحاول يصور وكده، وانت كنت واقفه في مكانك ما اتحركتيش ليه؟ وحضرتك شفتني؟ شفتك، انت كنت في مكان ظاهر جدا والولد كان عمال يصور، وانا كنت متخيل ان انت هتيجي تاخدي مني كلمه ولا حاجه، حتى تاني يوم قعدت استنى قلت يمكن تنزلي مقال او صوره او اي حاجه، ما لقيتش حاجه. نعم. معلش بس رجليا تعباني شويه. الله يكون في العون. استاذ رائف، انا صحفيه عندي مبدأ، وشرف مهنتي ما يسمحليش ان استغل موقف انساني زي ده عشان اعمل سبق صحفي. الله الله على شرف المهنه. لا بصراحه انت عجباني، شرف المهنه يقول انك في انصاص الليالي تنطي على مكاتب الناس عشان تاخدي اللي انت عايزاه من وراها. لا 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 لا، ونعمه شرف، شابوه شابوه بجد شابوه. يا باشمهندس رائف، الغايه تبرر الوسيله، وانا غرضي شريف والله. ايه قررت تتجوزيني خلاص؟ طب لو حضرتك بس تسمح لي اتكلم لمده 5 دقايق، ولو كلامي ما كانش مقنع بالنسبه لك تقدر حضرتك تسلمني للبوليس. ايه رايك؟ اسلمك للبوليس؟ خلاص خلاص كملي، قولي عايزه تقولي ايه. اتأخرت ليه طيب؟ اتأخرت ليه؟ أنا أكيد زمانها اتقفشت. أنا حذرتها، أنا حذرتها. ربنا يستر. المصيبة اللي هتجيب سيرتي في التحقيق، نهار أسود عليا ولا سنين السود. طب أنا أكلمها أو لا؟ لا، ما زمانة الحكومة مراقبة التليفونات. استر يا رب، استر يا رب. يبقى إحنا دلوقتي عندنا 3 قضايا مفتوحين وهم دول اللي عليهم الكلام. قضية عماد وصفي بتاعة البورصة، وقضية الشركة الأهلية للمطاحن بتاعت فؤاد سري، وقضية وزارة النقل، ودي اتفقنا بقى إن إحنا هنستبعدها عشان ده أصلا مش أسلوب الدولة. أنا مش حاسس ولا قضية من دول هيوصلونا لحاجة. بعد كل الشرح والتعب ده أنت أحبطتني يا باشمهندس. في حلقة مفقودة لازم نوصل لها، مش هنوصل لها بسهولة. احنا فعلا محتاجين وقت. بقول لك ايه، كفاية كده النهارده، قومي شيلي يلا السبورة ديت وامسحي اللي عليها لحسن لو مؤنس جه بكرة ولقاها يعمل لنا حكاية. ماشي. وبكرة خلينا نتقابل هنا في نفس الميعاد. تمام. بس أنا بكرة مش هاجي لوحدي. أمال هتيجي مع مين؟ حمدي. لا 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 لا، كلاب لا، كلاب لا، عيب، أنا مصور محترم. يا لهوي، ده بيترعب من الكلاب، أنا لازم أمشي. بكابوس ده بيترعب من الكلاب، ده لو اتاوب هشفطهم. الحاجة دي تمام، مستنيك كل مرة بقى. مساء العسل يا فارس بيه. انت غيرت المكان ولا ايه؟ ده وقعة امنية بقى، وانت بيهمك يا عمهم، حرص ولا تخون يا فارس باشا. المهم جاهز، مرعي دايما جاهز. المهم ستاف 100 نمبر 1 يا ريس. حبيبي ميس عليك. صباح الفل. ايوه يا فارس، انت فين؟ هقابلك في نفس الحته. يا فارس، ايه الاخبار؟ كله تمام سعادتك. ايوه تمام. ايه يعني، في اخبار؟ لا لسه، ان شاء الله هعرف الاخبار باذن الله. ان شاء الله؟ امال تمام ايه وزفت ايه؟ لا انا قصدي عن الحاله الامنيه بتاعت الشركات كلها تحت السيطره، انا لسه عامل جوله بنفسي. نعم يا اخويا. حاله امنيه ايه وهباب ايه؟ الله، هو انتوا بقيتوا خايبين كده ليه؟ اتفضل يا استاذ، مش عايز اشوفك هنا تاني الا ومعاك اخبار، مفهوم؟ مفهوم سعادتك. طب اتفضل يا اخوي، وريني جمال خطوتك. تحت امرك سعادتك. اهلا. اهلا بيك. اهلا يا حبيبي. اهلا بيك. تعالى يا راضي. روح يا راضي. في ايه يا راضي مالك؟ ابدا سعادتك، الجدع ده اول ما بشوفه دمي بيتعكر. اوه يا عم راضي شيله من دماغك بقى. اقعد اقعد. مش لما يشن هو الاول من دماغه؟ قول لي يا راضي، ايه الاخبار؟ ده ايه يا سادة؟ انت مال قلبك بقى خفيف قوي كده ليه؟ مش مسألة قلبي خفيف، بس احنا عندنا حلول تانية كتير قوي. هو في ايه يا ثابت؟ هو انت اللي بتكرر ولا احنا اللي بنكرر؟ نفذ اللي قلت لك عليه. نفذ يا ثابت. نفذ يا ثابت. بس مالك يا عمي، خير؟ يا ساتر يا رب. تشرب ميه؟ تشرب بقه ميه. انت كويس؟ خلاص يا ثابت، بقيت مسجون بين 4 حيطان، لا قادر تتحرك ولا قادر تتكلم، وحمل كبير قوي فوق صدرك، بتصرخ من جواك 100 صرخة، محدش سمعك ولا حس بيك، عايش مع كوابيسك وأشباح بتطردك. يا ترى الحكاية خلصت على كده ولا اللي جاي أصعب؟ يا ترى إيه يا ثابت؟ إيه؟ أهلاً 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 حبيب بابي. أهلاً أهلاً أهلاً. انت حبيب بابي وروح قلب بابي من جوه. وحشتني قوي يا تموره. انت قوي يا بابا يا حبيبي. تامر بس اللي وحشك؟ معقوله اللي انت بتقوليه ده؟ طب ده انا بموت في تامر، علشان ده هديه ام تامر ليا. ام تامر دي بلدي قوي يا عز. وايه يعني؟ في احلى من البلدي؟ من فتقه دي متاهه. وبعدين لعلمك بقى، انا راجل عصامي، بنيت نفسي بنفسي، ما اتولدتش في بقي معلقه دهب. بس انت يا حبيبي بقيت في كاتيجوري تاني خالص، وخلي بالك رجل الأعمال الكبير، كل كلمه محسوبه عليه. ايه حتى الكلام كمان هيحسبوه عليا؟ مش كفايه الزفت اللي اسمه الفيسبوك ده راصد كل حركه للواحد، يبقى تعيشه تقرف. مالك يا حبيبي جاي متعصب كده ليه؟ متعصب؟ هو اللي يشوفك يتعصب برضه يا انجي. لعلمك اللي يشوفك يشوف كل حاجة في الدنيا دي جميلة وحلوة، وحتى لو عنده مشاكل ينساها فورا، ولو حاول يفتكرها ما يقدرش. لا انت مش عصبي خالص، انت مزاجك عالي قوي. مش كده؟ بقولك ايه، العشاء جاهز، انا ميت من الجوع. العشاء جاهز وتموره سهران ومش راضي يتعشى غير لما بابي يجي، صح يا تموره؟ تموره ده حبيب بابي. حبيب بابي. طب يلا بقى غير هدومك على بال ما اخلي ادريس يحضر لنا العشاء. اوكي تيجي معايا يا تموره؟ يلا. عمي التاني برضه لازم تاخدي بالك منه. ما تقلقش على عمك، انا بعمل له كل حاجه قبل ما اجي عليا. شطوره. بقول لك ايه، يلا احسن انت كده اتاخرتي خالص، لازم تروحي. ماشي انا هنزل اخد تاكسي كده واروح على طول. تاكسي ايه؟ لا طبعا، انا اللي هوصلك. بس ما ينفعش هتسيب عمي كده لوحده. نعم وعمك نايم حلو اهو زي الفل، مفيهاش حاجه خالص. يعني فلنفرض صحي محتاج حاجه؟ لا لا، هو شاطر وهيفضل نايم لغايه ما اجيله. يلا هوصلك، مش هينفع اسيبك لوحدك. خلاص اللي تشوف. اتفضلي. في عشرات من البيوت المصرية التي فقدت مدخراتها، هل التسويق الشبكي هو توظيف المال في هذا العصر؟ هل سنرى السعد والريان ومثل هذه التجربة ولكن أونلاين؟ الحقيقة مجموعة من الشباب عملوا شركة محلية لمحاكاة شركات التسويق العالمية. هؤلاء النصابين استولوا على ما يقارب 100 مليون جنيه تقريبا، وما زالت التحقيقات مستمرة للوصول لكل من شارك في هذه العملية. ألو يا أم ريم، تحت أمرك يا أم ريم، بيت أخوكي مفتوح في أي وقت. صباح الخير. صباح النور. الدكتورة راجية موجودة؟ نقول لها مين حضرتك؟ مريهان. أيوة مريهان. أيوة حبيبتي. هلو هلو. اتفضلي. إزيك؟ صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. إزيك؟ تعالي اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ نسكافيه. اوكي. شريفه. نعم يا فندم. 2 نسكافيه لو سمحتي. حاضر يا دكتور. قولي لي بقى ايه الموضوع؟ دي نسخه من فاتحتي، عايزاكي تخليها معاكي. اوكي. ودي شنطه بكل الفلوس اللي معايا، عايزه اخليها عندك، وعايزاكي كل شهر تديني مرتب، وكده كده انا الشهر ده مش محتاجه اي حاجه. جبت كل حاجات البيت. واضح انك خايفه من نفسك. بصراحه مش هكدب عليكي، انا امبارح كان معايا ستاف بس رميته التواليت. بصي، كون ان انت تعملي كده بنفسك دي خطوه ناحيه العلاج. ادعيلي يا دكتورة ان انا اتعالج. هتقدري، صدقيني يا مريان هتقدري. والتاني مرة بقولك، لو رجعتي تاني يبقى تنسيني، اتفقنا؟ وانا كل بنتي عملت ايه؟ يعني انت مش عارفة في ايه؟ وانا هعرف منين اذا كانت ما بتخرجش بره البيت اصلا؟ يا سلام. طب هي موجودة هنا دلوقتي؟ ايوه طبعا، قاعدة في اوضتها. مفيش حد فوق يا فندم. ازاي الكلام ده؟ بقول لك ايه، بطلي استعباط. بنتك فين؟ والله ما اعرف، انا سايباها في اوضتها وانا كنت قاعده بتفرج على التلفزيون. طب اسمعي بقى، بنتك نصابه وهتتجاب. هتتجاب ايه اللي حضرتك بتقوله ده اصلا؟ وبعدين احنا ناس محترمين وبنتي متربيه، اكيد الموضوع فيه سوء تفاهم. تمام، يعني انت مصممه على الانكار، يبقى حضرتك بقى هتشرفينا في الاسم شويه. حلو قوي النسكافيه، يجنن. بالهنا والشفا. ده سر المهنه بتاع شريفه، وخايفه تقولي على السر ده لحسن امشيها، وكانها قاعده مخصوص عشان النسكافيه. طيب انا هستأذن انا بقى. ليه؟ ما لسه بدري، ما لازم اروح البيت. اوكي. عموما انا هشيل معايا الفلوس لو ده اللي يريحك. وانا مش هلاقي حد امن منك اشيل عنده الفلوس. ميرسي مريم. ثانيه واحده. ايوه يا رائف، في ايه؟ مالك؟ معنى كده ان حضرتك بتشكك في الجهات الرقابيه. لا 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 لا، بلاش الطريقه دي. بقول لحضرتك ايه، انا راجل قانون وازعم ان انا بفهم كويس قوي في القانون، فحكايه انك تحاول توقعني في الغلط دي لعبه بلاش تلعبها، بلاش. انا انت عارف كويس معالي المستشار ان انا ما بلعبش اللعبه دهيت، وده مش اسلوبي، وانا مش بتاع الالعاب دهيت. انا كلامي محدد، الجهات الرقابية قدمت تقرير موثق بيقول إن المذكور يتمتع ببراءة الذمة. صح ولا مش صح؟ أنا مش فاهم سعادتك، إيه مشكلة حضرتك معالي المستشار بالظبط؟ مش مشكلته معايا، مشكلته معاك أنت. معلش بعد إذنكم، مش هينفع كده. معلش بعد إذنكم، بعد وقت برنامجنا خلص. أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر من هذه المناظرة القوية، ونشكر سيادة المستشار الأستاذ ثابت سعيد والأستاذ سامي سليمان، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامجكم المواجهة. يلا يلا يلا. على العموم شكرا، أنا غلطان إن أنا جيت البرنامج. عمرهم ما هيتغيروا، أنا عارفهم كويس، هي دي طريقتهم. حضرتك ما سكتش برضه، ما أنت أفهمته يا سيادة المستشار. أنت خلصتيه من إيدي لما نهيت البرنامج. بس انت مذيعه رائعه بجد يعني. شكرا، دي شهاده كبيره والله من حضرتك. فرصه سعيده انجي. يعني احنا الاسعد، نورت البرنامج. شكرا حضرتك جزيلا. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في حلقه جديده. استاذه انجي زهران. ايوه انجي زهران. مين حضرتك؟ فارس، فارس منصور. اهلا وسهلا. اي خدمه؟ ابدا، كنت جايلك كده عايزك تعملي حلقة مع حد مهم شوية. والحد ده ملوش اسم؟ لا طبعا ليه اسم طبعا، بس مش مهم دلوقتي. شوف يا أستاذ، أولا لو حد عايز يعمل معايا حلقة يتواصل مع الإعداد مش معايا. ثانيا أنا مش بتعامل مع حد أنا مش عارفة هو مين. شوفي حضرتك، أنا أكيد شكلي مش واحد جاي يهزر معاكي أو يعمل عليكي نمرة، الموضوع ده بجد. أنا جايلك من طرف راجل من الناس المعدودين جدا في البلد، اللي زي ما سعادتك عارفة كلامهم بيبقى موزون بميزان من ذهب، يعني مفيش أي مجال لأي غلطة، عشان زي ما بيقولوا كده الغلطة بفورة. أستاذ فارس، خدامك فارس. لا العفو. بص يا أستاذ فارس، أنا ماليش علاقة باللي حضرتك بتقوله، ده راجل من المعدودين في البلد على عيني وعلى راسي، لكن أنا في شغلي ليا مبادئي وليا أسلوبي، ومفيش عندي استثناءات. لا استثناءات إيه؟ بس هو كان طالب إن هو يقابلك الأول. وأنا ما بقابلش حد. حتى لو عرفتي إن الراجل اللي عايز يقابلك ده عز الدين نديم؟ مساء الفل. رجعت يا حبيبي؟ أنا رجعت بقالي شوية، بس أنت اللي مش حاسة. ما سمعتش والله. تامر حبيبي بس هو اللي حس بيا. قولي لي بقى، إيه اللي مضايقك؟ لا يا حبيبي ما فيش حاجة. لا 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 لا، مفيش حاجة إزاي؟ وأنا مش عارفك. أصل أيوه أصل. تمام كده، في حاجة. أصل إيه بقى؟ شغل وحشني قوي. بقولك يا انجي، من قبل الجواز واحنا متفقين على الحكايه دي مش كده؟ مش قلت لك مفيش حاجه؟ يعني احسن انك ما تعرفش. انا لو اعرف ان الحكايه كده ما كنت سالت اصلا. تمام، دقيقتين على بال ما تغير يكون العشاء جاهز. ماليش نفس.